الإكلير له معاني، معاني كتير حلوة. الدائرة، يسوع هو البداية والنهاية. إحنا بس نعيش مع يسوع نكون حصلنا على الحياة كاملة، فيهاش نقص، حياة كاملة. عادة زي الخاتم اللي بنلبسه لما بنتجوز، ليش بقولوا خاتم؟ لازم نعيش مع بعض بدائرة، فيهاش لا بداية ولا نهاية. بدل ما أخذتي حياة بتكملي. اللون الأخضر اللي هو لون الحياة، لون الحياة الأبدية، نعرف لون الحياة أخضر. عادة الموت بنربط له باللون البني اللي هو لون التراب، ولكن الأخضر رمز الحياة. اللي بعيش مع يسوع لازم يكون عنده حياة أبدية، ما في ولا يمكن. يسوع أعطينا الحياة الأبدية. الشمع زي ما شايفين في كم شمعة ومنهم ضربناهم السنة الماضية، إلهم معاني، معانيهم على الورقة هاي، ما أخذت ورقة هاي، في عنا ورقة زيادة اللي هي الشمعة الأولى الجوانية، هي شمعة النبوءة وشمعة الأمل. الأمل الأنبياء اتنبأوا لنا عن مشيء المخلص، فهذا كان أمل لنا إنه نعرف إنه في مخلص، إنه الإنسان ما ولد بس عشان يموت. فإذا شمعة الأمل أول شمعة نضبيها، رح نضبيها اليوم. الشمعة الثانية اللي أرجوانية واسمها شمعة بيت لحم، شمعة السلام. شفنا أحلى من هيك؟ سلام بيت لحم، المسيح ولد لعطينا السلام. الشمعة الثالثة شمعة رفلية، هي شمعة الرعاة أو شمعة الحب. الرعاة نحبهم، سمعوا في إشي عظيم موجود، مخلص أجوا يركضوا عشان يزوروه. والشمعة الأرجوانية الرابعة هي شمعة الملاك، شمعة الفرح، ترمز إلى الفرح بعد ولادة السيد المسيح، ما في أعظم من هيك فرح. والشمعة الأخيرة اللي هي البيضة اللي هي شمعة النور، شمعة يسوع هو نور العالم، عشان هيك شمعة بيضة. فالمعنى كتير حلو، وأنا اليوم حاضرة إكليلين مع شمعاتهم، نشوف مين راح تربحهم. المعنى كتير حلو، حلو إنه في صلوات كتيرة مكتوبة على الورقة بنقدر نصليها، أو إحنا بنقدر نشوف الصلاة مثلاً. أول واحدة كانت عن النبوءات، نرجع للكتاب المقدس نقرأ شوية من النبوءات، نتأمل فيهم، نحضر حالنا، نمشي خطوة خطوة، بعدين نمشي لبيت لحم، بعدين نكون إحنا الرعاة، نروح نزور يسوع، ناخذنا شوية دفء معنا. إيش الدفء اللي بقدر أخذه ليسوع؟ حب الكل، مسامحة. وبعدين يسوع هو النور، ننسى الظلام اللي احنا عايشين فيه، مرات شوية هيك خطايا بتنزلنا للظلام، نعمل شغلات شوية مظلمة، نترك الظلام ونتبع يسوع يكون نور. بلباسنا، بحكينا، بتصرفاتنا، نكون نور للباقيين. نجيب معنا ناس للنور، مش بس احنا نضل انا قاعدة بالنور مع أحلاقنا مبسوطة، شو بيجزقني للباقيين؟ بالعكس المسيح قال اذهبوا وتلمذوا وبشروا، جيبوا معاكم ناس، مش بس لحالكم. هذا الفرح لازم يشتغل فيه معنا، عشان هيك اليوم يوم فرح معنا، انتم موجودين معنا. فأهلا وسهلا فيكم حبيباتي، عشان هيك اليوم هاي الشمعة عشان تغلبني. يسلم حبيبتي، هي إلها محل نسخة محطها منيح. طبعا من السرعة زي دائما. اوكي، بسيطة. ضربت لما شهد غير عم بدور على هاي وهاي معي. اليوم من الصبح انا عارف معك شو قصتي، بس اوكي راح نطوي ضوء يسوع الشمعة الأولى. ببيوتكم حتى لو ما عندكم الإكليل تقدر تدمي الشمعة وتعملي أكم من صلاة. تقدر انت تعملي صلاة من عندك لحالك، مثلا هلا بنسأل أختنا مها تعطينا صلاة صغيرة عن النبوءات وكيف نقدمها إحنا، لأنه إحنا النبوءة لنا. نطلب أختنا مها تصلي لنا صلاة صغيرة عن النبوءة. الأمل، الأمل. إلهنا الحي، نشكرك ونعظم اسمك من أجل شخصك المبارك، نشكرك من أجل يوم جديد،
بقنا اليوم الصبح ونحن بعدنا بنتنفس، هيدي نعمة منك يا رب، هيدي بركة منك. نباركك ونشكرك على كل شيء. عيدنا عيد الشكر، لكن نحن في كل دقيقة في كل نفس نقول لك شكرا يا رب على كل معاملاتك وحسناتك. نشكرك من أجل النبوءات التي أعطتنا صورة لمجيئك، وعندما أتيت تمت هذه النبوءات في شخصك المبارك، أنت الإله الكامل. نباركك ونشكرك، نشكرك من أجل هذه الجمعة لأنك أنت محل جلستنا، أنت مركز هذه الجلسة. بارك أختنا كريستين، بارك هذا البيت، رش بدمك على هذا البيت وبارك كل من يدخل. ونشكرك لأن كلمتنا عن النور وهن بيت نور من أجل كل واحد بدخله. ساعدنا وين ما نكون يا رب يكون نحن النور من أجل الناس اللي عايشين في الظلمة. نجيب معنا ناس لإلك يا رب لأنك أنت هو النور الحقيقي. لك المجد لك العظمة. كمل معنا هيدي القعدة الحلوة حول شخصك المبارك، وبارك كل وحدة وبارك كل بيت ممثل في هذا المكان. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين آمين. شكرا حبيبتي. أنا راح أطفيها لأنه ما بخاف أحط تمام، مرات بحط وراي إشي بيصير حريقة، فخلينا نكون حريقة. ولكن كل سنة والجميع فما تروحوا اليوم في هدية الإنجيل، في هدية إكليلين عشان تصلوا بالبيت. بشجعكم إنه كل يوم، مش كل أسبوع، كنا اجتمعنا على أسبوع، ولكن بشجعكم إنه كل يوم يكون في صلاة. خاصة مش متعودة إنها تصلي كل يوم، تستغل فترة عيد الميلاد إنها تصير تصلي كل يوم. لأنه مزبوط إحنا بنركض على السوق ونزين والبيوت كله حلو، ولكن ما ننسى أهم شيء أنفسنا. لأنه الخارجي ضل إنه معنا خارجي، معنا أرضي، ولكن الداخل هو المعنى الروحي، معنى السماوي. عيد الشكر عادة إحنا إمتى بنشكر؟ كل يوم، كل يوم، هو إحنا بنشكر الله كل يوم، ولكن على مستوى شخصي هيك لما حدا بعطينا شغلة نشكر مظبوط. عمرك اجيت انا عندك هيك وقفت عندك قلت لك شكرا؟ لا. بتقولي لي على ايش؟ مظبوط؟ لازم تكوني عملتي شيء عشان يكون في وراء شكر. واحنا نشكر الله مظبوط لانه دائما بعطينا، دائما غامرنا بركاته عشان هيك بنشكره. ولكن من بشر لبشر انا ما بشكر الا اذا استلمت. ولكن هل في امكانيه نشكر واحنا نعطي؟ مش واحنا نسلم ولكن واحنا نعطي. هذا الموضوع اللي كنت انا مع الاسيس حكيت فيه، انه نتامل الشكر مع العطاء، مش الشكر بعد الاستلام. لانه كثير حلو انه بس حدا يعطيني شغله بنبسط وبفرح وبشكر، يعني شيء طبيعي انه اشكر. ولكن احنا خلينا نكون غير الطبيعي. المسيح دايما نكون غير عن باقي الناس، دائما قالنا كونوا غير عن الباقيين. الناس ماشيه بطريق واحده، انتم بدكم تمشوا بطريق ثانيه. ليش؟ لانه طريق الانسان بتؤدي للانسان، ولكن طريق يسوع تؤدي الى الخلاص والحياه الابديه. عاده بنشوف فلان بيعمل هيك وفلان بتعمل هيك. انا لاني بنت يسوع اذا بشوف هذا العمل مش مزبوط او هذا الكلام مش مزبوط انا ما بمشي هيك، انا بمشي بطريق يسوع. ولما بنمشي بطريق يسوع بنلاقي طبعا يا ناس بزعلوا، يا ناس ما بحبوا طريقنا، يا هاي غريبة. أنا هلا بقولوا عني إنه إنسانة رجعية، طريقة هبسي بقولوا عني رجعية. ليه؟ It's okay. لأنه الناس بتمشي هيك. ليش أنت ما بتلبسي هيك؟ أنت رجعية. It's okay. أنا رجعية، أنا ماشي بطريق يسوع. فطريق يسوع دائما بيختلف عن طريق يسوعية. يسوعية. إذا نحن بنعرف فيسوع دائما نكون مختلفين. ونفس الإشي بالشكر، ما أستنى لما حدا يعطيني عشان أشكر. فشو بقصد إنه نشكر بالعطاء؟ طب أنت عم تعطي الشغلة، الناس لازم يشكروكي. ولكن بالعكس في شغلات كثيرة للعطاء. أنا كنت حابة أحضر الموضوع بس حكينا فيه والأخ كان محضره. العطاء
إذا أنت بتعطي وبتستني حدا يشكرك، أنت أخذت مكافأتك هون، بطل مكافأتك عبر المذكور. حلو لما تعطي ما تستني الشكر، أعطي بالسر. وإذا أعطيتي أعطي للمحتاج، لما المحتاج مش رح يقدر يردك. وحدة صاحبتك بتعطيها قليلة ريحة $50 عيد ميلادها، بيجي عيد ميلادك بتعطيك ريحة $50 وبجوز 60 وبجوز 100، مظبوط؟ فأنت بتكون الفقعة بتعطيها الهدية وعارفة إنه عيد ميلادها جاي، بدي أشوف هي شو بدها تجيب لي. أنا عم بحكي كإنسان كبشر، مظبوط؟ وهذا الإشي الواقعي. بتعطي وحدة هدية $100 وبتيجي مثلا عيد ميلادك بتجيب لك هدية $10 تقولي شو ما يعني انا بطلت اعطيها ثاني سنه بالاخر. اوكي، فهذا الشكر العادي، هذه الحياه العاديه. يسوع بده يعطي، بده ايام نتعلم نعطي، نعطي لناس اللي ما بيقدروا يردوا لنا، ما نستنى منهم شكر، ما نستنى منهم هديه. والعطاء بيكون من القلب، اذا العطاء مش من القلب، مش طالع من القلب، معناه بكون عطاء ما إلوش كتير مشروحي. إيش مقصود؟ قبل فترة أو حكي محلي قبل فترة كنا في جمعة ستات، وحدة أجت وكتير بفتخرة إنها راحت على المغني الفلاني وحجزت في اي بي ودفعت بجوز $250 ولا $300 حق التيكت ومبسوطه على حالها. اوكي، ممتاز، كثير حلو، الله يبارك. بعد نتفه طبعا تعرفوا بالكنيسه بيعملوا عملها شغلات زي جيمز والعاب ومش عارف ايش. فاجت هي بدها تشترك التيكت كانه $5. اجت بقولوا لها طبعا الكل سمعها انه لانها من ما دخلت هي مبسوطه على المغني الفلاني وقديش دفعت للفي اي بي للطاوله و $250، ممتاز. اجت تشتري تيكتات، بتقول لها بتبيع التيكتات، انت كم تيكت بدك؟ بتقول لها تيكت وحده $5. قالت لها انت عارفه انه هون هاي جامعه الكنيسه وعاملين لها الكنيسه، انت قصدك بدك $20؟ قالت لها لا $5. قالت لها شو رأيك بدل 15؟ أنا سامعة 100، ما بحاول إنه قلت لها أنا قلت لك $5. شايفة حالك ودافعة $250 عند مغني ومبسوطة وعندي كنيسة تيجي بتعطي، أنت عارفة مصاري الكنيسة لوين بدها تروح؟ هي الكنيسة بتاخذها إلها؟ بتروح للفقراء للمحتاجين. هذا قصدي عطاء فرح. هاي المرأة عم تعطي، يعني بنقدر مستعدين على شغلات كثيرة بنصرف كثير وقليل، عندنا نشوف حالنا نعطي لفقراء، لكنيسة، للتبرع، نعطي ربنا مليون جميلة. يا جوزي ما اشتغلش هذا الشهر، ابني ما اشتغلش، بنتي ما اشتغلتش، ما طلعناش مصاري، ما نعطي ربنا كثير شغلات. وين؟ عند العطاء اللي هو أعطانا كل شيء منه، كل شيء له، وإحنا بس نيجي لنوصل عند يسوع وبتلاقينا بننسى الدنيا والأولها وآخرها. فهذا المقصود فيه العطاء، الشكر عند العطاء. أنا لما بعطي للمحتاج أنا بشكر يسوع على كل النعم اللي أعطاني إياها وبقدر أشارك فيها مع المحتاج. إذا أنا عم بشكر عند العطاء، أنا عم بعطي وعم بشكر. بشكر الله إنه عم بقدر أوصل لهدول الناس. في ناس كثير بقدرش الواحد يوصلهم. فبشكر الله على النعمة اللي أعطانا إياها، نقدر نوصل للناس المحتاجين عشان نشكرهم. فما ننسى نكون غير عن باقي الناس، الشكر وقت العطاء. فهذا الموضوع الرئيسي كان الأسيس يحكي لنا عنه. طبعاً كان يجيب لنا آيات من الإنجيل، لو أنا حضرتها كان حضرت لكم موضوع كامل، بس هذا الموضوع ملخص عن إذا أجا هلا الأسيس بروح يحكي لنا إياه بمطول. هذا هو موضوع العطاء، الشكر في العطاء. ما ننساش اخواتي، كثير اهم من الشكر عند الاستلام. الشكر في العطاء كثير اهم من الشكر عند الاستلام. اللي بعطي ما يحكي، واللي بعطي لما قال انجيل ايدك الشمال ما بتعرف ايدك اليمين. ولكن مرات مثلا لما احنا بنحكي بنشجع بعض، مثلا انا بقول بوزع حمامات على الفقراء وانا بفخر فيها ونشكر الله اني بقدر اعمل فيها.
فحلو انه مثلا نحكي عشان نشجع بيننا. في ناس ما بيعرفوش انه بهالبلد في ناس فقراء، صدقوني في ناس فقراء. انا يوم عيد الشكر قضيت 4 ساعات او 5 ساعات مع الاحرامات الفقراء. طبعا في ناس كانوا جايبين اكل، كل ناس بيجيب اشي. فحلو اذا انتم بتقدروا انه تكونوا معنا، ممتاز. اذا بتحبوا انه تتبرعوا انه يوصل للفقراء، ممتاز. يعني في طرق كثيره الواحد انه يقدر يساعد فيها. ف المشاركة حلوة، حلو نشارك. مش ضروري أقول بقديش صرفت وقديش عطيت، لا، ولكن أنا بقول بفتخر إنه حلو يا صبايا إنه لو تشوفوا لما تكونوا عند الفقراء أو المحتاجين، بلاش بس فقراء، إنه نعطيهم لقمة أكل، نسقيهم كاسة مي. هذا هو يسوع في الميلاد. إذا أنا سقيت كاسة مي لواحد عطشان، إذا أنا دفيت واحد كان بردان، إذا أنا زرت واحد بالسجن، إذا أنا عملت أي هدول الأعمال، هذا هو الميلاد، هذا هو الحب. هذا هو الحب، الحب الرئيسي للميلاد. إحنا بنسمع عن الميلاد ونشوف تزيين ونشوف شغلات كثيرة، ولكن الحب الرئيسي اللي يانا يسوع نتعلمه هو حب العطاء اللي بلا مقابل، الشكر عند العطاء. نرجع شوي لميلاد المسيح. كلنا بنعرف قصة ميلاد المسيح، وأنا بحكي لكم عن شغلات أنا تعلمتها وبحب أشارككم فيها، مش عشان بدي أعلمكم، في منكم كتير بعلموني كتير وأكثر ما بعرف، ولكن أنا بحب بعرفه إنه نتشارك فيه وبعدين حلو نسمع منكم. لما بعلم أولاد صغار ليش مولد المسيح؟ سؤال يعني كلنا بجوز نعرف الجواب عليه، بسألكم ليش مولد المسيح؟ عشان يخلصنا. هو يخلصنا من إيش؟ في ناس كتير خاصة اللي ما بيعرفوا عن المسيح بيعرفوش الخلاص من إيش، فببدأهم من قصة آدم وحواء. الله عندما خلق آدم وحواء أعطاهم حرية الاختيار، بحرية الاختيار اختاروا إنه ينفصلوا عن الله. بانفصالهم عن الله لما بنقرأ مرات العهد القديم بنشوف شغلات مرات، وأنا كان عندي نفس السؤال، لهالدرجة الله ظالم عشان آدم وحواء أخطأوا روحوا بدكم تموتوا؟ طب ما أنت الله محبة، الله مسامحة. في ناس طبعا هاي الفكرة ما عندهم تمشي، إنه الله مش لهالدرجة ظالم إنه عشان بس غلطوا خلص هلا لازم يموتوا، وموت روحي وأبدي. إحنا عم نحكي، ففي ناس بيقولوا لا، الله سامح آدم وحواء، الله محب والله بسامح، الله سامحهم. هذا الحكي مش مظبوط، واحنا انوجدنا هون على الارض بس الله سامحنا، واذا عملنا لنا كم من عمل كويس خلص بنروح على السماء، زبطنا طريقنا. ولكن لما بنرجع للعهد القديم وبنتامل، حلو لما بنتامل قديش نتعلم، بنلاحظ لما ادم وحواء اخطاوا الله لانه رحيم ايش عمل؟ نعرف انه في شجرتين بجنة عدن، شجرة معرفة الخير والشر وفي شجرة الحياة. شجرة معرفة الخير والشر لما أخطأ الإنسان صار جسمه ضعيف، انفصل عن الله. لما كان جسده كامل كان الجسد بدون ألم، بدون وجع، كان كامل. لما أخطأ الإنسان، لما في خطية، فقد الإنسان الكمال، يعني صار يبرد، صار يتوجع، صار يحس بالبرد، بالشوب. أوكي، إذا هذا الإنسان بجسده الضعيف أكل من شجرة الحياة، إيش راح يصير فيه؟ راح يعيش إلى الأبد بالألم والوجع، مظبوط؟ فالله لأنه محب ولأنه رحيم بعث الكاروبين، ملائكة الكاروبين والسرافين، طرد الإنسان من الجنة وحطهم حراس على شجرة الحياة عشان الإنسان ما يرجع ويأكل من شجرة الحياة ويبقى كل عمره مريض. يعني تصور إحنا بعد ما نشوف واحد مريض أي مرض بالآخر تشوفي صار عظام، إيش كثير الواحد يصلي له؟ يا رب ارحمه، خلي هالجسد يتريح، بكفيه وجع. فعندما انفصل الإنسان
من الله ومن الخطيه، الله ابعده عن شجره الحياه عشان ما يعيش كل حياته بالوجع. عشان هيك السرافيم والكاروبيم الملائكه اطلعت الانسان الى الارض. ايش في بالارض؟ موت هو رحمه، لانه الجسد الضعيف لو بده يضل للابد عايش بالوجع والالم، وين الرحمه؟ ففي عشان هيك وجد الموت ليس بس عقوبة لخطيئة الإنسان، ولكن رحمة للإنسان عشان ما يعيش كل حياته بالوجع والألم. فعشان هيك على الأرض في موت، الأرض غير كاملة يعني فيها موت، فيها وجع، فيها تعب، فيها. فلما انفصل الإنسان عن الله مات روحيا وجسديا، كان موتين مش موت واحد على الأرض. فالله برحمته وبعدالته بده يرجع الإنسان معاه، بده يرجعه عنده، بده يرجعه لحياته الأبدية زي ما كان. ولكن الإنسان اللي كان مولود آدم وحواء كان إنسان كامل بلا خطيئة، صارت عليه عقوبة الموت. فلما بده يرجع اللي بده يدفع الثمن بده يكون إنسان وليس حيوان، لأن الإنسان طبقته أعلى من الحيوان. فلو بذبح كل حيوانات العالم ما بتضحي عني، لأن الإنسان أعطى الله السلطة على الحيوان. ثاني شيء، هذا الإنسان بده يكون كامل، لأنه الإنسان الأول كان كامل. وبنعرف على الأرض هل في كمال؟ في ناس بيقولوا أوه طب الطفل كامل ما عمل ولا خطيئة، الطفل كامل. بسألهم سؤال واحد، كيف بنعرف إنه الطفل كمان خاطئ؟ هل يموت الطفل؟ نعم. طب إذا كل واحد يموت هي ماشي عليه عقوبة الخطيئة الأصلية، حتى ولو إنه الطفل يموت. لو الطفل ما بيموت كان بنقول ما في عليه خطيئة، ولكن بما إنه الطفل يموت إذا عقوبة الخطيئة الأصلية كمان ماشي على الطفل. هلا ما بختير بعدين بتصرفاته، ولكن يحمل عقوبة الخطيئة الأصلية. أوكي، إذا ما في ولا إنسان كامل، إنه يكون إنسان كامل ويموت عشان يضحي عن كل العالم، ما في على الكرة الأرضية ولا واحد. عشان هيك الله برحمته قرر إنه هو يتجسد ويجي يعيش معنا عشان يعاود يصالحنا مع الله، يدفع العقوبة، يدفع ثمن العقوبة اللي هي الموت، ويصالحنا مع الله. عشان هيك زي ما حكينا قبل شوي، اللي بيمشي مع يسوع، اللي بيعيش مع يسوع، يسوع بيفتح لنا باب السماء يرجعنا مع الله. وبما انه لما انا بصير بنت يسوع بنت الملك، مش معقول اكون زي ما انا، لازم اتغير، لازم يكون عطائي اكثر، لازم يكون محبتي اكثر، لازم يكون فرحي اكثر، حتى بالالم لازم يكون في فرح. صفات بنت الملك على الارض لها صفاتها مظبوط، وصفات بنت الملك يسوع الروحانيه لها صفاتها. فإذا أنا بنت الملك وما عندي صفات الروحانيات، إذا أنا بنت الملك بالاسم، ما تمتعت بفرح الملك العظيم. فبنعرف هذا الفرح بيجي، عشان هيك ربطنا الشكر كمان بعيد الميلاد، إنه يسوع معطينا الفرح بالشكر من خلال العطاء. أمين؟ أمين.